عزيزي هاشم، فيما يخص السؤال المتعلق ب لماذا أنا أستعمل كلمة النصراني والنصرانية عوضا عن المسيح والمسيحية، هذا مرتبط أساسا بأنني رؤية المنهجية التاريخية اللي تحاول أن تجعل من الكتاب اللي أكتبها أنا استمرارا وامتدادا لأفضل ما في العربية وتقاليدها، من حيث العبارة ومن حيث المعنى ومن حيث الاستمرار الثقافي. يعني في القرآن وفي التاريخ العربي الإسلامي كله على امتداد 1000 سنة من الكتابات الزاخرة العظيمة ما كانوا يستعملون كلمة المسيحية، يعني كانت اللغة الموجودة هي يعني النصرانية والنصارى. في القرآن كله ما يستعمل شنو يعني معنى قابل القرآن، هو كان يهينهم أو يستهجن هذه المسألة، ليس إلا هذا الكلام غير صحيح. يعني هو هذا الاسم اللي كان معترف فيه آنذاك، وليس اسم المسيحية. المسيحية في الإسلام كانت مرتبطة فقط، يعني قصدي كلمة المسيح المسيح يعني، وهي أيضا بعد يعني أما يعني تقصد أنه الممسوح من قبل الله أو أنه المقصود فيها يعني المنتظر. فلذلك من كلمة المسيحية يعني اشتقت يعني في وقت لاحق بالارتباط مع مسألة ما يسمى ب يعني تثبيت الكنيسة وإيمانها وإلى آخره، فبدأت تتوسع، وهذه أيضا صارت باللغات المختلفة بأشكال مختلفة بالارتباط مع تقاليدها، مثل في الروسية هم يسمونها مثل خريستيان سوا، وهي مرتبطة أيضا يعني قسم يقولون بكلمة الكريستيانين الفلاح، فلأنه كأنما هي جزء ذات جزء من تقاليد الشعب الروسي وفلاحي وإلى آخره، طبعا بافتعال ولكن أيضا في واقعية. أو مثل كريستيان من كلمة كريست أو الصليب، يعني ماكو أو يعني ذو الخبر يعني تسمي هذا يعني المسيح بالله يعني الممسوح بالله أو القادم المنتظر إلى آخره. فالقصد أنه يعني هذا ما في فد شيء يسيء أو يقلل من قيمة المسيح ولا المسيحية بالمعنى المعاصر للكلمة، على العكس هو مجرد يشير إلى استمرار التقاليد اللغوية والفكرية المرتبطة، لأن هي في البداية كانت تسمى بالنصرانية استنادا إلى يعني يسموه الناصري أو النصراني المسيح، هو كان هكذا يسمى في البداية في حياته، فما كان يعني يطلق عليه كلمة المسيح، هذه كلها يعني كلمات جاءت في وقت متأخر. فلذلك يعني عموما انت من يرغب يطلق عليها المسيحية فليطلق، يعني ما في يعني فد شيء يعني نوع جديد او يختلف عن معنى النصراني اطلاقا، نفس المعنى اطلاقا، كل ما قلت لك هذه مجرد تقاليد. المسيحية صارت عندنا منتشرة اساسا بالارتباط مع ان هذا ما يسمى بعصر النهضة والغزو الاوروبي والى اخره، بدأت تترجم بشكل حرفي، وتعرف انه يعني النصارى بما في ذلك الأوروبيين هم يتميزون ب شو يسميها أنت بنزعة تقليدية عنيفة إلى أقصى الحدود، يعني حتى الحنابلة عندنا أفضل من عندهم بما لا يقاس، يعني هم في هذه الأمور جامدين بطريقة يعني صلبة جدا، شأنهم شأن اليهود في الحقيقة. فحتى يعني ما يسمى بالكتاب المقدس يعني والتوراة والإنجيل وإلى آخره، يعني هم لما كانوا يشرفوا على ترجمتها العربية المعاصرة من قبل هذه مختلف المؤسسات والمجاميع البروتستانتية والكاثوليكية وإلى آخره، كانوا هم يترجمون عن الأصل اللاتيني حرفا بحرفا كلمة بكلمة، يعني ما لها علاقة ب يعني قواعد وبنية اللغة العربية، يعني يخلي لك المفعول به في البداية والفاعل بالنصف والفعل ما أعرف إيش، المهم تتطابق مع مثل ما موجود هو يعني في اللغة اللاتينية. وطبعا هذا وذلك اللغة يعني هذا ما يسمى بالكتاب المقدس هي لغة معضرطة يعني سخيفة وتافهة بالحقيقة، يعني ويعني وأتفه من عندها أنا ما قارئ يعني ما أنا ما أعرف، وهذا طبعا أشار لها كثير من المفكرين المسلمين الأوائل، يعني خصوصا ابن حزم عندما انتقد يعني الديانة اليهودية والنصرانية وما يسمى بكتبه المقدسة، حاول أن يبين أنه هذه كلها فد أمور يعني اعتبرها لا عقلانية وتافهة، وهو اعتبر أساسا كل ما فيها يعني أشبه ما تكون بهذه الحكايات اللي تحكيها العجائز، يعني ما أقول لأحفادهن أو عندما يغزلن في الليل
يسوون غزية يغزنا الصوف وإلى آخره، لأنه كلها أمور متضاربة غير عقلانية وإلى آخره. بس هو هذا تمسكهم بهذا الشكل يعني اللي يجري. أنا عندما في وقتها ردت أيضا أقدم صيغة على الأقل مختصر لإنجيل واحد كيف ينبغي أن يترجم في العربية، وعملت عليه واستندت في حالات كثيرة إلى ما قام في ترجمته كثير من الفلاسفة والمؤرخين العرب آنذاك، اللي يعني ترجموا كثير من نصوص العهد الجديد أو الأناجيل يعني بطريقة جميلة أخاذة، يعني تستقيم مع اللغة العربية. أما لما تقرأ أنت الآن ما تستقيم مع اللغة العربية، أنت لازم تفكر بعدين شنو هو اللي مقصود وتعيد تركيب العبارة على مود يكون معناها واضح ودقيق. بس هذه هي تقاليدهم، شو تسوي أنت؟ وهذه حتى يعني هو في وقتها من البداية عندما ترجم إلى اللاتينية من اللغة الأرامية، الإغريق عفوا اليونانيين اعتبروا هذا الكتاب، هم أطلقوا عليه كلمة فولغاتا يعني المبتذل، هم اعتبروه أنه هذا صيغة إنشائية مبتذلة مقارنة بالتقاليد الرومية اللي متميزة بقوة اللغة و يعني الخطابة الرفيعة والبلاغة المتناهية إلى آخره. فعلى خلفيتها بنت هذه الأناجيل والعهد القديم والتوراة إلى آخره كتابات سقيمة، وهي فعلا سقيمة عندما تنظر أنت لها، هي يعني بسيطة جدا ومحدودة العبارة وكلها كلمات يعني بسيطة، قلت لكم وأقول لكم وربكم كذا وربي هو إلى آخره. يعني اللي هي تقرأ أنت هي الإنجيل كله ما تجد في نهاية المطاف أكثر من 500 كلمة يجوز اللي يمكن يقولها أي واحد عمي بسيط، قصدي بالمعنى المعاصر للكلمة اللي ما يعرف يقرأ ويكتب. وعموما هم حتى اللي كتبوا ناس ما كانوا يتميزون أيضا أساسا بالبلاغة، وكلهم كانوا يعني ناس يعني غير متعلمين. على كل حال هذا هو الواقع كما هو موجود. فالقصد أنه الشخص اللي يستفسر حول مسألة النصرانية والنصارى فهو دعه يعني لا يشعر يعني بالوجل والخجل مما يمكن أن تثير عند الآخرين، لأنه الآخرين هم تصوراتهم ليست دقيقة، فهذه قضيتهم وليس قضية العبارة. كلمة النصارى والنصرانية ما فيها أي يعني إهانة أو استهجان أو آخره، على العكس هي الكلمة اللي كانت لها تاريخ عريق أولي مديد منذ البداية، منذ البداية هي كانت تسمى بالعربي بهذا الشكل. ولكن هذه كلمة المسيح والمسيحية معاصرة، فدي رغب واحد ممكن يطلق الاثنين، هذه كررتها أنا أكثر مرة، يعني ما فيها لا تعارض ولا اختلاف ولا أي شيء، كل ما في الأمر هي قضية يعني تقاليد في صياغة اللغة. جيد، أكتفي عند هذا الحد، مع السلامة.